ممكن تعطيني شوي من دمك؟ ايه علينا، ما بقى نخلص من قصة الدم. وليش بدك دمي هالمرة؟ مشان اشربه. العمى، بدك تشرب دمي؟ لك حتى العصفورية ما نفعت معك؟ ما فيها شي يا دكتور، شفة صغيرة بس لشوف كيف طعمته. ولك راح تجنني وتطالعني من تيابي ها؟ روق شوي يا دكتور، ما بيسوى تعصب هيك. طيب طيب، العفو منك سيد اسلام. وليش بدك تعرف طعم الدمي؟ لأن مولانا خالد ابن الوليد رضي الله عنه لما راح ليحارب الروم في بلاد الشام، قال له قائد جيش الروم: أنا عارف أنه أنت والناس اللي معك جوعانين وجايين تنهبونا، خد لك أنت وكل واحد من جماعتك 10 دنانير وحلوا عنا. بتعرف شو قال له مولانا؟ إنه لم يخرجنا من بلادنا ما ذكرت، غير أننا قوم نشرب الدماء، وإنه بلغنا أنه لا دم أطيب من دم الروم فجئنا لذلك. يا لطيف يا لطيف، ومين هاد خالد ابن الوليد؟ سيف الله المسلول دكتور، ما سمعت فيه لهلا؟ لا ما سمعت فيه. وشو شغلته؟ باين عليه مصاص دماء؟ يا سيدي خالد كان واحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، والمهنة تبعه كانت الغزو في سبيل الله. ايه والنعم، تشرفنا. وكان بيحب دم الكفار كتير دكتور، وكان بيحب الموت كمان، كان بيحب الموت بقدر ما انت تحب الحياة دكتور، وقال: نحن قوم نحرص على الموت كما تحرصون انتم على الحياة. كان بطل بكل معنى الكلمة، رحمة ربي عليك يا مولاي يا سيف الله المسلول. هيك بيقيسوا البطولة سيد اسلام؟ بسفك الدم وحب الموت؟ يعني كل السفاحين في التاريخ البشري اللي غزوا ودبحوا الناس أبطال؟ شو هالمنطق الأعوج؟ لا دكتور لا، خالد كان بيقاتل في سبيل الله، في فرق كبير يا أخي. لا عجب سيد إسلام أنه يصيبك اللي صابك، لأنه ديانتك ما فيها إلا سيف ودم وموت. لا دكتور لا، ديني دين سلام ورسولنا رحمة للعالمين. طبعا طبعا، هلا ما قلت لي بدك دمي سادة ولا مع سكر؟ لا لا بلا سكر دكتور، أكيد دمك حلو مثل ما قال مولانا خالد. أنا خايف أنك تجي المرة الجاي وتطلب مني قطعة لحمة. يحرح حريشك شو أنك ظريف يا دكتور، شو شايفني من أكلة لحوم البشر؟ بدك الحقيقة؟ تصرفاتك بترهب يا زلمة. إيه وهذا المطلوب دكتور.